دكتور، إلى أين وصلت قضيتكم بالنسبة للجهات المعنية بشأن موضوع المساقات المالية؟ للأسف يا عزيزي تم ترحيل المشكلة أو حلها جزئيا، لم يتم حل المشكلة جذريا. كل ما قاموا به هو فقط إرسال مستحقات بعض زملائنا في التعليم العالي وليس بأكملهم، لأن هناك ما زال طلبة التبادل الثقافي لم يستلموا أيضا، بمعنى أنه حوالي 50 أو 60% فقط هم من أرسلت مستحقاتهم. نحن في طلاب الجامعات والجهات الأخرى، مثلا وزارة الأوقاف، الإدارة المحلية، بعض الوزارات الأخرى، وزارة التعليم الفني والمهني أيضا. هناك أيضا إشكالية أخرى مثل الطلبة الذين يدرسون على حسابهم. كل هذه المشاكل تأخرت، لم يتم حلها للأسف، لذلك استمر الاعتصام في المغرب وفي تركيا وفي بعض الدول، إن شاء الله سيلتحق بنا مثل مصر، وهذا ما سنقوم به. لن تأتي حقوقنا إلا بالاعتصام، ونحن عازمون على الاستمرار في الاعتصام حتى تأتي حقوقنا. طيب دكتور، تحدثت عن أن هناك حوالي 50 أو 60% من الطلبة الذين تسلموا بالفعل مستحقاتهم، لكن كم هم عدد الطلاب الباقون؟ يعني نسبة 40% كم تعني طلابا؟ لا ندري بالضبط، لا يوجد لدينا إحصائية دقيقة، ولكن مثلا على سبيل المثال مثلا في المغرب حوالي 100 يعني، وبعض الطلاب هم من أخذوا المنحة، و80 تقريبا لم يستلموا بعد. بعض الدول تتفاوت فيها هذه النسب، بعض الدول لم تستلم إطلاقا مثل السودان، وبعض الدول الأخرى لم تصل مستحقاتهم أبدا إلى الآن. للأسف يعني كما أخبرتك أنه القضية ككرة ثلج تكبر وتكبر، وللأسف أن نهايتها سوف يعني تكون نتائجها مؤلمة يعني للسفارات. قد الطلبة مضغوطين وحالتهم النفسية صعبة جدا، ويشكون على انفجار، ويشكون على إغلاق السفارات، رغم أنهم لا يريدون ذلك. يعني أغلب الطلبة يحاولون أن لا نصل إلى هذه المرحلة. طيب دكتور، تحدث هناك عن طبعا نعم. هناك طالب انتحر في ماليزيا وفي الجزائر أيضا، سمعتم بهذا في وسائل الأنباء. يعني وصل الطلاب إلى مرحلة للأسف قاسية جدا. بكل الأخبار، يعني بكل تأكيد هذه الأخبار مؤسفة جدا، لكن لفهم أكثر دكتور بشير، الطلبة الذين يدرسون على حسابهم ما هي إشكاليتهم بالضبط؟ هؤلاء الطلبة الذين كانوا يدرسون على حسابهم كان يعني آبائهم يمولونهم من اليمن. للأسف توقفت رواتبهم في اليمن، تصعبت الحياة، من الذي سيصرف عليهم؟ إن لم تقم دولتهم بتكفل مصاريفهم فمن سيتكفل بهم؟ يجب على الدولة أن تجد يعني إيجاد حل، وهم ليسوا يعني نسبتهم تظل قليلة. أقصد ليست تلك المشكلة الكبيرة، الدولة تقوم بصرفيات يعني سواء كان في الداخل تقوم بصرفيات كبيرة. مشكلتنا لا تتجاوز 1 مليون أو 2 مليون دولار، يعني مقارنة بما يتم صرفه في الأشهر السابقة.